النهارده أعظم يوم في التاريخ، المسيح المعلق على الصليب. عايزين نتأمل بنعمة المسيح، ما هي مشاعرك وأنت شايف المسيح معلق على الصليب؟ المسيح له الميت خلال طول هذا الأسبوع كان له مشاعر عظيمة لأولاده. الله لم يرى مشاعر في حبك إلا وأن يتعامل معه، حتى وأنت صامت، حتى لو ما عملتش أي حاجة، المسيح عارف مشاعر كل واحد فينا ليه. إن كانت مشاعر حب أو مشاعر توبة أو مشاعر ندم، من غير ما أنت تتكلم المسيح عارف مشاعر كل واحد فينا. طب هل أنت عارف مشاعر المسيح دلوقتي وهو على الصليب؟ المسيح حزين على العالم ومات على العالم بالخطية، فهل أنت شاعر أن المسيح مات عشانك ولا لا؟ خلال الأسبوع ده المسيح تقابل مع كذا واحد وكان شايف مشاعرهم كويس، مشاعر توبة، زي مثلا تذكر عشاق. المسيح كان داخل أورشليم عشان يكون ملك، وهو ماشي في السكة في واحد اسمه زكا وكان عشار، عشار يعني حرامي، بس سارق فلوس الناس، جامع الضرائب الحرام. زكا كانت له مشاعر توبة، لكن مين يحس بمشاعر زكا؟ مين يقدر يقول ان زكا ده ممكن ان هو يتوب او عايز يتوب؟ فزكا كانت جواه مشاعر توبة عظيمة، لكن هل ممكن انت تقول لواحد نفسي اقول للمسيح انا عايز اتوب، عندي مشاعر كثيرة في نفسي عايز اقولها للمسيح، عايز اقول له انا بقيت وحيد، انا قرفان من الدنيا، انا قرفت من الفلوس، انا قرفت من السرقة، لكن مين يقدر يقول الكلام ده؟ هل يقدر يقول للناس؟ لكن المسيح كان عارف كويس مشاعر زكا كانت ايه. وهو المسيح ماشي في الشارع، زكا قال انا بس اشوفه من بعيد. طبعا كلنا عارفين ان زكا كان قصير، وطلع زكا فوق الشجره والمسيح ماشي في الشارع، وراه الافات من الناس وقدامه الافات من الناس. واذ زكا يقف، زكا في الشجره، واذا المسيح يقف تحت شجره زكا بالظبط. ولما المسيح يقف تحت الشجرة كل الآلاف دي تقف تحت الشجرة. قام قلب زكا وقف، ايه الحكاية؟ في ايه؟ هما واقفين ليه؟ المسيح بص لفوق، الناس كلها بصت لفوق، الله في ايه؟ أنت واقف ليه؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز تفتح زكا وتقول لهم ده زكا الحرامي اللي سرقكم، زكا اللي أخذ فلوسكم من حرام، ولا عايز تقول للناس ايه؟ وإنما ربنا كان عارف مشاعر زكا للتوبة. وقف المسيح عايز يشجع زكا ويكرمه أمام كل الناس عشان عارف قلبه الطيب اللي عايز يتوب. فقال له اسرع يا زكا وانزل، لأنه اليوم حصل خلاصا لهذا البيت. ابتدى التلاميذ يتهمهموا ويتهكموا، هيمشي يدخل بيت راجل ويتعشى؟ احنا ورانا مشوار، المسيح داخل كملك اورشليم، هيعطلنا، الالاف اللي وراك واللي قدامك دول هيقعدوا فين وانت جوه البيت؟ في الهواء؟ احنا بلغنا كل القرى بانهم يستقبلوك، طب هتدخل بيت واحد وعطلنا ليه؟ ولكن المسيح يقول ما يهمش، المهم انه انا ماشي عشان عارف زكا ومشاعره. فعارف زكا كان عايز يتوب، وأول ما نزل زكا من الشجرة كأنه زكا عايز يقول لربنا أنت عرفت منين يا رب أنا عايز أتوب؟ عرفت منين؟ عرفت منين يا رب أنا عايز أرجع فلوس الناس اللي سرقتها؟ أنا ربي كان نفسي بس حتى لو ألمس جلابيتك، كمان تدخل بيتي ده كتير علي يا رب. قال له أنا عارف مشاعرك يا زكا، مشاعر توبة. ولما دخل ربنا الى بيت زكا الناس كلها قاعده تهمهم عن المسيح، تقول دخل لكي يستريح عند رجل خاطئ. فالمسيح قال لزكا ما تزعلش يا زكا، الناس مش تموت بره،
جامع المسيح قال له انا كل يوم بتشتم، دي مش حاجه جديده عندي، انما الغريب انه مش تموت انت، انا اللي جبت لك سبب الشتيمه وبسبب انا ربي انت شتمت. فقال له ما يهمش حتى لو شتموني، المهم يحصل خلاص لهذا البيت. ودي مشاعر ربنا لكل انسان عايز يتوب. لو انت جوات مشاعر توبه حقيقيه ربنا عارفها من غير ما تتكلم، من غير ما تقول اي حاجه. لقاء تاني مع ربنا مع امراه ساكبه الطين، امراه خجوله، كان ربنا عارفها بتحبه قوي. من كثرة محبتها لربنا كانت محوشه تحويشه العمر، قزازه مليانه طيب عطر. ثمن الطيب ده 300 دينار. زمان الواحد كان بيشتغل في الشهر بدينار واحد. ف 300 دينار يعني كانت محوشه تحويشه سنه كامله. وحطت الطيب ده في قزازه. بس عايز تقول لربنا انا بحبك يا رب، انا عايزاك، مش قادر. لكن ربنا عارف جواها مشاعر حب. اول ما دخلت عند المسيح مسكت القزازه وكسرتها على راس المسيح. التلاميذ اتهمهموا وزعقوا لها، ايه اللي بتعمليه ليا؟ انت مش عارفه الطيب ده غالي؟ ايه اللي بتعمليه ليا؟ ده غلط. واحد تاني قال طيب ال 300 دينار دي ثمن الطيب ده كنا اديناها للمساكين اكلوا بيها. وهي يا عيني مكسوفه مش عارفه تقول ايه. لكن المسيح لانه عارف حبها هذه المراه دافع عنها بلا اتركوها لناس تزعجوها قد عملت بي عملا حسنا. الفقراء معكم كل حين اما انا فلست معكم. انت شاطره اللي عملتيه ده صح 100%، انت عايزه تعبر عن حبك. وبعدين قال انا حديك هديه حلوه. حينما يبرز بالانجيل يبرز ما عملته هذه المراه ايه؟ تذكار الله. يطلع يعني رب اللي عملته ده انا مش غلط، انه انا رميت الطيب ده في الارض ده مش غلط. قال لا يا حبيبتي مش غلط. طب الفلوس اللي ضاعت، تلاميذك اللي قالوا الفلوس دي ضاعت كانت المفروض تمشي على المساجين مش غلط. قلت له لا يا حبيبتي مش ضاعت، انت عملت عمل حسن، انت عايزه تكفنيني. انا عارفك عايزه تقولي انا هموت بعد يومين، فانت عايزه تكفنيني. فالمسيح لو المجد يعرف مشاعري ويعرف مشاعرك من غير ما تتكلم، يتعامل المسيح مع مشاعرنا. طب انت عارف مشاعر المسيح دلوقتي على الصليب ايه؟ حزين علي وحزين عليك عشان كده مات على الصليب. تيجي واحده ثانيه امراه خاطئه. امراه خاطئه يعني زانيه، وزانيه معناتها كلمه وحشه. وعايزه تتوب بس مش عارفه تقول لربنا انا عايزه اتوب، مكسوفه تقول لربنا انا زانيه. وسمعت المسيح في بيت سمعان الفريسي. واول ما دخلت عند بيت سمعان الفريسي ركعت تحت رجلين ربنا وجرت رجلين ربنا وقعدت تبوس في رجليه من غير اي كلام. والمسيح عشان ما يكسفهاش ما جراش رجله، وانما سابها تعمل تعمله. وعارف ان العمليه دي هتجيب له كلام كتير. ولكن قعدت تبكي على رجلين المسيح وتبل رجلينه بدموعها، وبعدين تشعر بانها نجست رجليه بدموعها النجسه، وبعدين تقول له معلش انا اسفه، وتجيب شعر راسها وتمسح رجليه وتبوسها تاني. ويغلبها ايضا مشاعر التوبه، تبكي تاني وتبل رجليه تاني وتمسحها تاني وتبوسها تاني من غير اي كلام. ما قالتش ولا كلمه، ما نطقتش ولا كلمه. مشاعر حب في المرأة الخاطئة دي. وتهمهم سمعان وسمعها كلمة وحشة في ودانها، كلمة في منتهى القساوة. ايه الست الزانية اللي جاية عند المسيح دي؟ هو لو نبي كان يعرف هذه زانية. ولكن المسيح قال له تعالى سمعان عايز اقول لك حاجة. كان في واحد راجل مدون لاثنين، يعني عايز من واحد 50 دينار وعايز من واحد ثاني 500 دينار، سامحهم الاثنين، مين يحبه اكثر؟ قال له طبعا اللي سامحه اكثر. قال له انت شاطر يا سمعان، جاوبت صح. بس انا عايز اقول لك حاجه يا سمعان، انا لما دخلت بيتك المفروض الضيافه زمان على اجل تجيب ميه وتغسل رجلي، ده المفروض على الضيافه زمان. انت يا سمعان حتى ميه ما جبتهاش عشان تغسل رجلي، دي بالدموع غسلت رجلي يا سمعان. انت يا سمعان لم تقبلني حتى لما دخلت ما بستنيش، هي موسى ان دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. انت يا سمعان لم تدهن راسي بزيت
هذه انتهنت بالطيب قدم يا سمعان. انت شاطره يا زين، والست كده عماله تبص للمسيح وهي تحت رجلين المسيح، بتبص له كده من فوق، ايه المسيح بيدافع عني، انا بدافع عني قدام سمعان الفريسي اللي هو يعني معروف في البلد ومتدين في البلد كلها، تدافع عني انا رب؟ فقال لها سيبك من الناس دول كلهم، وكفاك نظرات من الناس شريره، سيبهم لي انا، وانت امشي بسلام مغفوره لك خطاياك. ده المسيح الحلو الحنين اللي عارف مشاعري ومشاعرك، مشاعر كل واحد فينا. عايزين نقول يا رب احنا تايبين، سامحنا بس مش قادرين. واحد زي تاني زي بطرس الرسول. بطرس الرسول دايما كان مندفع، ودايما يقول لربنا ايه، احنا من جالتك يا رب، اللي يمسك يمسنا واللي يهبشك يهبشنا. والتلاميذ طبعا جسدوا وقالوا نفس الكلام. والمسيح عارف انه بعد ساعات بسيطه انه بطرس هيحلف وينكر ويشتم ويلعب ان لا اعرف الرجل، لكن بالرغم من ذلك عمره ما وبخ سمعان، وعمره ما قال له انت جبان، وعمره ما قال له انت بالذات هتلب وتعجن وتحلف وتعلن انك انت هتبجرني، وانما سكت كده وعارف مشاعر سمعان. وبعدين قال له يا سمعان عايز اقول لك حاجه، هو ذا الشيطان طلب ان يغربلكم، الشيطان حطاكم على غربال وعايز يغربلكم يا سمعان، انا طلبت من اجلك يا سمعان لكي لا يفنى ايمانك. عارفين لا يفنى ايمانك يعني ايه؟ يعني اوعى يا سمعان تيأس، انا عارفك يا سمعان هتنكر بعد ساعتين او ثلاثه، اوعى تيأس يا سمعان، تعال في حضني وانا حقبلك. اعمل معروف، كفايه واحد يئس زي يهوذا، كفايه واحد ضاع مني زي يهوذا ويئس، لكن اعمل حسابك لما تيجي يا سمعان ليا وتيجي لصدري وحناني عمري ما هرفضك. وبعدين قام قال له ايه؟ يا سمعان لما ترجع يا سمعان تمام لحضني ارجع سبك اخوانك، اخوانك اللي انكروني، اخوانك اللي جروا، التلاميذ اللي سبوني، اوعى تخلي واحد فيهم يقع في الياس، خليهم يجوني انا حقبلهم وحضنهم لصدري ولحناني. ده دي مشاعر ربنا لسمعان. ولما قابل ربنا وسمع الدب أذن ذهب وكب أمر، قال له اوعى تنسى سمعان، قلت لك تعال لصدري، اوعى تيأس، تعال لصدري. دي مشاعر المسيح نحو كل انسان خاطئ. واحد ثاني زي مرمرقس الرسول. مرمرقس كان عمره 18 سنه في ذلك الوقت، كان شهوه قلبه مرقس الرسول دي انه يعشي المسيح في بيته عشاء الفصح، لكن قال كثير علي انا اعشي المسيح، انا نفسي اعشيك يا رب، نفسي تدخل بيتي وتتعشى. ولكن قال انا اجي ايه قدام ال 12 تلميذ ولا الفريسيين العمالين يجوا يدوا الدعاوى، ولا اجي ايه انا قدام ليله كبيره زي دي في اورشليم، لكن نفسي اعشيك يا رب. ولكن ما قالش لرب انا عايز اعشيك ولا دعاء ابدا. انما المسيح عارف قلب مرمرقس وعمره 18 سنه، شاب نفسه يعشي المسيح، فقام قال لايه؟ لتلاميذه اذهبوا تجدوا انسانا حامل جره ماء، قولوا له المسيح قال لك اين نعد الفصح. اول ما طلعوا كده لقوا مرمرقس شايل جره ميه، وقالوا له المسيح قال لك المسيح نعده في الفصح، نعده فين؟ هناكل العشاء فين؟ قال لهم انا؟ المسيح ياكل في بيتي انا؟ انتوا متاكدين جايين صح؟ العنوان كده صح؟ قالوا له ايوه، والاماره انك انت شايل جره ميه. فاراه معنيه مفروشه، اتريم مرمرقس من مشاعره الحلوه محضر الاوضه كلها، ومحضر الترابيزه، ومحضر الكراسي، ومحضر الصحون، ومحضر كل حاجه، بس مستني المسيح يجي، بس مكسوف يقول للمسيح تعالى اتعشى عندي. ولكن مشاعر المسيح قال له انت مش قادر تتكلم، انا عارف انت عايز تتعشى عندك، هتعشى عندك النهارده يا مرمرقس. وكتب مرمرقس اول كتاب في التاريخ، كتاب الانجيل مرمرقس، عشان يذكر ان المسيح اتعشى بيته في الفصح، وعشان يذكر ان المسيح كمان اكرمه وعمل سر الافخارستيه ببيته، وعشان يذكر ان اول كنيسه اتعملت هي كنيسه في بيت مرمرقس. كل ده ليه يا رب؟ عشان بس حته ولد
عمره 18 سنة عنده في نية قلبه مشاعر حب عايز يعشيك في بيته. دي مشاعر الرب يسوع المسيح. عارف مشاعرك وعارف مشاعري وعارف مشاعر كل إنسان من غير ما نتكلم من غير ما نقول أي حاجة. يتعامل الرب مع مشاعرنا. المرأة النازفة الدم عليها دم وعليها نزيف، وعلى حسب الشريعة إنه أي واحدة عليها نزيف ممنوع تلمس أي حد، لأنه لو لمست أي حد تنجسه على طول. فالمرأة دي عندها إيمان، لو وصلت للمسيح ولمست بس جلابيته تشفى. بس قالت الشريعة هتلومني إنه أنا ألمس المسيح هنجسه، فقالت خلاص اللي يحصل يحصل، أنا عايز أشفى وخلاص. وزادت ورقة بين الناس وعمالة تلمس الناس يمين وشمال وتنجس ده وتنجس ده، لحد ما وصلت المسيح لمست جنبيته، حست ان النزيف وقف وحست انها شفيت، اخذت البركه وجرت على طول. واول ما جرت وهي جاريه مسكت قال مين اللي لمسني؟ حد لمسني. ليه يا رب الفضائح دي؟ ليه عايز تجيبها وتفضحها؟ طب ليها عليها دم؟ وليه عايز تقول للناس ان هي يعني عليها دم؟ ما خلاص كفايه الشفاء، اديتها الشفاء ومشي. المسيح يقول لا، انا مش عايز افضحها، انا عايز اكرمها، انا عايز يعني اخليها هي اوريها هي شاطره. اصل هي لما ترجع البيت ضميرها هيرجعها يقول ازاي انا لمست المسيح ونجست المسيح، وضميرها هيرجعها ان هي عملت حاجه غلط على حسب الشريعه. فجابها المسيح وقال لها تعالي يا بنت. اذا قلت له معلش، يقول الكتاب ايه؟ جاءت خائفه ومرتعبه بترجف، جاب قدام المسيح. قلت له معلش انا لي 12 سنه وعلي دم وعندي ايمان، لو لمست ثوبك حشفة. شوف كلمه الحب اللي اداها لها المسيح. مفتكره ان المسيح يديها كلمتين على جنبها ويقول لها ازاي انت لمستيني يا نجسه؟ ازاي تنجسيني؟ انما قال لها ايه؟ يا ابنة عظيم هو ايمانك، اسألي بسلام. ابنة، انا ابنتك يا رب، انا ابنتك يا رب، انا استاهل اكون ابنتك. قال لها مش جلابيت اللي شفيتك، لا ده ايمان اللي ايمانك هو اللي شفاك يا امرأة. يا احبائي، الست دي طلعت طايرة من الفرح وقالت له يا ربي انا كنت فاكرك هتوبخني، ولكن عارف المسيح القلب المكسور. ومن يحس بالقلب المكسور؟ ومن يحس بالضمير اللي هو واجعها؟ قال لها اوعى تمشي البيت وتحس بانك عملت حاجه غلط، سيبك من الشريعه، انت عملت حاجه صح، انت ايمانك خلصي. ده مشاعر المسيح تجاه اولاده. يا احبائي، حتى على الصليب، والمسيح على الصليب وهو بيطلع انفاس صعبه جدا في غايه الصعوبه، ينظر كده من على الصليب يلقى في قلبين مجروحين عشانه، قلب العذراء وقلب مين تاني؟ يوحنا. واول ما يبص للعذراء يبتدي يقول كلام بالعافيه، عايز يطلع بالعافيه. طب يا رب كفايه العذاب اللي انت فيه، كفايه الالم اللي انت فيه. يقول لا لا، امي، انا انسى امي ازاي؟ امي مكسوره علي، امي مجروحه علي، امي هتروح فين من بعدي؟ لازم اطمن عليها. ويطلع الكلمه بالعافيه، يا امراه هو زي ابنك. وبعدين لما يطمن عليها يشوف يوحنا كده برضه من فوق يقول له انت يا حبيبي انا عايز اديك هديه حلوه، اعظم هديه حدها لك عشان قعدت تحت الصليب قدامي، اعظم هديه حدها لك هي ايه؟ امي. خد امي عندك في البيت، خليها معاك لحد ما تتنيح بسلام، ودي اعظم هديه عشان عارفه مشاعرك ليا، وعارف قلبك المجروح عليا، وعارف انك انت احتملت ايه عشان لحد ما وصلت للصليب كل التلاميذ سابوني ما عدا انت، فانا هديك اعظم هديه، خد امي عندك في البيت. ده المسيح الحبيب اللي يشعر بحنان وعطف كل انسان، ده المسيح حبيبنا. واحد ثاني ابرز، اي واحد ابرز ممنوع يلمس اي حد، لانه لو لمس اي حد معناها ينجس الانسان ديا، لانه على حسب الشريعه يتنجس، واي حد كان يخاف يقرب من الابرز لالا يتعدم. ولكن كل همه انه هو بس يشفى، بس عايز يشفى بس مش اكتر، يخف. وجاب المسيح، والمسيح وقف قدامه، والمسيح اتقدم خطوه
ويتخدم خطوه ثانيه اذا رايح فين الراجل ده؟ ابعد منه ده هيعديك. ده هيتقدم خطوه ثالثه ويلمس الابرص. ايه ده يا رب؟ تلمس ابرص بتعمل فيه ايه انت؟ ده انت هتبقى ابرصي، ده انت هتتنجس من الابرص. ليه تعمل كده؟ طبعا اديه الشفا في الاول وبعدين المسه لان تتنجس. انما يقول لا، صدقوني انا لا يهمني ابدا ان اديله الشفاء، انما اديله اللمسه لان هو محروم من اللمسه لسنين عديده جدا. الناس خايفه منه لسنين عديده كثيرا، الناس قرفانه منه، ولكن وصل الابرص وضمه كده لحضنه وقال له صدقني يا حبيبي لا قرفان منك ولا خايف منك تهديني، ان انت حبيبي عارف بمشاعره ان الناس كلها هربانه منه، واداله الشفاء بعد ما لمسه. ليه؟ لان اللمسه كانت عند الابرص اعظم من الشفاء نفسه. صدقوني حتى العيال الصغيرين، الاطفال الصغيرين الناس كان يحبهم. في مره التلاميذ ماشيين وعمالين يقولوا مين العظيم فينا؟ قعدوا يتشكلوا مع بعض. قام المسيح قال لهم انتوا كنتوا بتقولوا في ايه؟ طبعا اتكسفوا يقولوا مين العظيم فينا؟ قام قال لهم تعالى بقول لكم حاجه. قام جاب ولد في الوسط واقامه في الوسط. شعر ان الولد يا عيني مكسوف، قعد وسط 12 تلميذ، يعني كانه قعد وسط 12 اسقف كده، وقعد قدام الناس كلها ومكسوف يا عيني، وبعدين يقول الكتاب ايه؟ حطم. قال له انت مكسوف يا حبيبي؟ ما تتكسفش، بس انا عايز اديهم مثل انه لازم يرجعوا زي ما بيكونوا اطفال، واذا ما بقوش اطفال زيك يا حبيبي مش هيدخلوا السماء. وحضنه وباسه وطبطب عليه وقال له ما تتكسفش يا حبيبي. ومره ثانية الاطفال اتلموا على المسيح وعايزين ينقبوا المسيح، ويا عيني التلاميذ نهروهم، امشي يا ولد امشي من هنا عشان مش فضيلك. قام المسيح زعق في التلاميذ، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتنهروا الاطفال فتقولوا لهم امشوا؟ تعالوا تعالوا يا حبايبي. ويقول الكتاب تعبير حلو، واحتضنهم. عايز يقول لهم بحقكم عليا، التلاميذ نهروكم، التلاميذ شكلوكم، انتوا حبايبي. وقعد يبص في الاولاد وقعد يحكم فيهم يقول لهم حقكم عليا انا التلاميذ لو زعلوكم. دي مشاعر المسيح الحلوه. المسيح يشعر بحب كل واحد فينا. لو عندك مشاعر توبه مش قادر تقولها المسيح يشعر بيها. لو عندك مشاعر حزن وندم المسيح يشعر بيها. تاكد ان المسيح حاسس بكل واحد فينا، حتى لو ما اتكلمتش المسيح يتعامل معاك حتى لو ما اتكلمتش ابدا. ويبقى السؤال، اذا المسيح حاسس بيا من غير ما اتكلم، طب انت حاسس بالمسيح ولا لا؟ حاسس بيه ولا لا؟ حاسس بيه على الصليب وهو ميت عشانك ولا لا؟ حاسس بيه وهو متألم عشانك ولا لا؟ المسيح حاسس بيه وبيا. تقول لي يقول الكتاب في كل ضيقه ايه؟ تضايق. يعني كل ما المسيح، كل ما انت بتكون متضايق، المسيح يشعر بضيقتك ويشعر بانك انت متضايق، صدقني من غير ما تتكلم ابدا. حتى لو كانت التجربه صعبه ولم يرفعها المسيح لسبب انه يديلك فيها اكليل، ولكن فيما انت متضايق المسيح كمان ايضا متضايق. المسيح عارف بديكه كل واحد فينا. طب انت حاسس ان المسيح متضايق ولا لا؟ شعر المسيح متضايق منك ولا لا؟ تقول للمسيح هل ممكن المسيح يتضايق؟ اقول لك ممكن المسيح يتضايق. ازاي؟ المسيح مش قال للتلاميذ في ليله الصلاه نفسي حزينه حتى الموت. انا متضايق، انا متضايق يا تلاميذ، انا متضايق يا حبايبي، اقعدوا اسهروا معايا صلوا معايا. ولكن يمشي ويجي ويلقاهم ايه؟ نايمين. ويقول لهم ما قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده؟ ما فيش حد فيكم يعني عايز يحس باحساسي؟ ما فيش حد فيكم عايز يشعر بشعوري؟ ما فيش حد فيكم عايز يشعر بانه انا متضايق علي كاس مر اشربه؟ اما قدرتم ان تسهروا معي ساعه واحده؟ ده المسيح. هل انت بتشعر ان المسيح متضايق ولا لا؟ انا بشعر باحساسكم وبشعر بشعوركم، انتوا مش قادرين تشعروا بيا انا. وبعدين اداهم عذر وقال لهم ايه؟ نام خلاص. الجسد ضعيف ولكن ايه؟ الروح، الجسد ضعيف والروح نشيطه. اهم شعورين مفروض نشعر بهم بالمسيح، متى يحزن المسيح ومتى يفرح المسيح؟ بتين بتشعر بفرح المسيح؟
وإمتى تشعر بحسن المسيح. إحنا كأولاد لازم نشعر بحسنه ولازم نشعر أيضا بفرحه. يا أحبائي، فرح المسيح في حاجتين اثنين، في توبة الناس وفي خلاص الناس. كل ما المسيح يشعر إنك أنت تائب يفرح المسيح وتفرح قلبه، وكل ما يشعر المسيح إنك أنت بعيد عنه يحزن المسيح، وكل ما يشعر المسيح إنه في خلاص للناس والناس داخل السماء كمان هو يفرح بفرح الناس. يا أحبائي، كل نفس بعيدة عن المسيح يحزن عليها المسيح، وكل نفس قريبة من المسيح يفرح بها المسيح. وتاني كلامنا في مثل ايه؟ الابن الضار. الابن الضار لما طلع بيت بره ابوه حزن عليه، لم يكون في فرح ابدا في بيت هذا الرجل ما لم ابنه رجع لي. كم شعرنا في مثل الابن الضار، كم من الكآبة حصلت لذلك الاب عندما كان الابن بعيد عنه، ولكن لما رجع الابن الى حضن ابوه قال ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضالا فايه فوجد. يا احبائي، كل ما تبعد عن بيت ابوك تحزن ابوك. هل بتشعر انك حزين ابوك؟ كل ما تقرب من بيت ابوك بتفرح ابوك. هل انت شاعر ان ابوك فرحان ولا لا؟ المسيح عشان يفرح عايزك، وعايزك تجيب كل واحد للملكوت. كل ما تجيب انسان للسماء وللملكوت المسيح يفرح بيك. ازاي؟ تخيل معايا انت يوم مشيت البحر، ولما مشيت البحر لقيت فيه اولاد بيغرقوا، قمت جهدت وجهدت وطلعت الاولاد دول من البحر. اول ما طلعتهم قلت لهم انت ابوك مين؟ قالوا لك احنا ابونا قاضي. اخذتهم للراجل ده وديتهم وقلت له اولاد الدول كانوا بيموتوا في البحر. قام قال لك انا قاضي، لو احتجتني في اي حاجه تعالي. تمر الايام تعمل عملة وحشة وتقف قدام القاضي ويقول لك أنت اللي أنقذت أولادي، أنت اللي خلصتهم من الموت، أنت اللي جبتهولهم حيين، أنت كمان بريء، أنت كمان اسهل بسلام. وده ممكن اللي يحصل في السماء. أول ما تجيب ناس للمسيح وتجيب أولاده لحضنه، أنت لما تطلع السماء وتقف قدام ربنا يقول لك المسيح أنت براءة. يا ما جبت لي ناس ليا وللملكوت. يا أحبائي، مين فينا يفرح قلب المسيح ويجيب ناس للمسيح؟ تقول لي دي شغلانتكم انتوا يا كهنة. نقول لك يوحنا فم الذهب قال ايه؟ يوحنا فم الذهب قال لازم كلنا نتحرك ونفتش على كل انسان ضال نرجعه لحضن المسيح. وقال لنا مثلا، مين فيكم اذا لقيله لدية، اذا لقيله ذهب في الشارع تقول انا قالوا للذهب دية، اللي يشيله يشيله، ولا انت هتخطف الذهب لو تجري بيه. النفس البشرية أغلى من هذه الذهب. اخطف النفس البشرية وجيبها للمسيح عشان المسيح كمان يفرح بيها. يا أحبائي، المسيح يشعر بينا. هل أنت شاعر بي؟ كل ما أنت ترجع للمسيح تفرح قلب المسيح، وكل ما أنت بعيد من المسيح تحزن قلب المسيح. لإلهنا المجد والإكرام في كنيسة من الآيات والآيات.